من قناة الجديد. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج للنشر، ونحن اليوم عشية عيد الميلاد المجيد الذي نتوجه بأطيب الأمنيات إلى كل المواطنين في لبنان والعالم العربي والعالم. ميلاد مجيد أعاده الله عليكم بالخير والبركة والمحبة والسلام والطمأنينة. في هذه الحلقة ستكون حلقة ميلادية في امتياز، سيكون فيها أو سنتطرق فيها إلى آلام العيد وإلى فرحة العيد في آن، إلى ما يطلبه المواطن من أمنيات لسياسييه، وأيضا ماذا يتمنى المشهورون لبعضهم البعض، بالإضافة إلى بعض الحالات الإنسانية التي نحاول أن نحقق لها أمورا قد تعيد البسمة والفرحة والأمل إلى حياتهم عشية هذا العيد. دعونا أولا نتعرف على فقرات حلقة الليلة بهذه العناوين. الفن والإعلام يجتمعان في فيديو كليب ميلادي لمساعدة أطفال محتاجين. هدايا سرية تبادلها سياسيون وإعلاميون وفنانون، وللنشر يكشف مضامينها. قبل العيد للنشر أطلق صرخة لإنقاذ الطفل حسين أبو شاذ. دعونا نرى عشية الميلاد ماذا حصل. الكلفة الباهظة لزينة الميلاد في المناطق، ألم يكن المحتاجون أولى بملايينها؟ بطاقات معايدة وزعت في الشارع والمواطنون حملوها طلباتهم من السياسيين، فما هي أمنياتهم؟ قبل العيد أيضاً أعلننا عن أب مطلوب للعدالة سيقوم بتسليم نفسه للقوى الأمنية بعد إيجاد مؤسسة لرعاية ولديه، فهل نجحنا بذلك؟ باميلا تمنت في الأسبوع الماضي زيارة والدتها المريضة في رومانيا، فهل استطعنا تحقيق أمنيتها عشية العيد؟ إذن هذه أبرز عناوين حلقة الليلة التي نتمنى من كل قلبنا أن تكون حلقة مميزة وتنال إعجاب الجميع. نبدأها بكليب ميلادي اجتمع به فنانون وأعلاميون بمبادرة من المخرج الفنان جاد شويري وفرقة أدونيس لإطلاق هذا الكليب ليعود ريع مبيعاته إلى أطفال جمعية هوم أوف هوب، وطبعا شارك فيه عدد من الفنانين والإعلاميين كما سبق وذكرنا. نوجه تحية إلى الفنانة والمخرجة الصديقة زينة دكاش، الموزع الموسيقي جيما نوكيان، المطرب كميل شمعون، المطربة كارول صقر، الزملاء ميلاد حتشيتي، يمنى شيري، كارين سلامي وفيني رومي. خلونا بالأول نشوف هالكليب الذي سيعرض خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الميلادي، على معظم شاشات التلفزة، ومن ثم نتعرف على كيفية نشوء هذه المبادرة وإلى ما آلت إليه، هل نجحت أو لا بعدما نرى هذا الكليب. زيني كتير كل زاوية بكل زروب، شي بلمع شي بطير، شي معلق شي مكبوب. في زيني كتير بخيال الزين خيال الزمان، في ناس كمان حزين Oh.
بورق وشرايط حمر تنباع عالشارع بدها الزيني في زيني كتير عن حبك يمكن تغنيني صورتك بتيال الشعنيني لما جيت لا توصيني فكر فيه وما تنساني ونسيتك عكترة التفكير إذا كان هذا الكليب اللي انعمل في زيني كتير لمناسبة عيد الميلاد بس في واحد من قال هو مين قال؟ البرت حومي زميلنا بوجهلك تحية عفوا سقط اسمك سهوا هلا لما أنا عم شوف الكليب مرة تانية انتبهنا له لقال وكان في كمان مشاركة هيك خاصة من المخرج ميلاد أبي رعد كمان وجه له تحية بيسعدني استضيف معي زميلي يمنى الشيري مساء الخير مساء الخير فوني وأيضا تحية إلى أنطوني خوري أدونيس باند فرقة أدونيس مايك مين هي فرقة أدونيس؟ فرقة أدونيس هي أربع أشخاص وأنا طلاب جامعيين أو يعني مخرجين جديد نعم منحب الموسيقى ومنعملها كهواية يعني مش كحرفية بنظر إنه كل واحد منا عنده شغله وعنده كيف طلعت هالفكرة معكم؟ فكرة الفيديو كليب ورايعه يعني هلا نحن بما إنه يعني بما إنه كل واحد منا عنده شغله وعنده مهنته نعمل موسيقى مش بغايات تجارية أكتر بغايات لنضوي على قضايا معينة نعم. أو لنقدر نساعد يعني قد ما فينا فنحن كل سنة على عيد الميلاد عادة بنعمل مثل حفلة ونجمع رايع على لجمعية خاصة فقلنا السنة حابين نعمل شيء يمكن جديد أكتر اللي هو أغنية منصورها بمشاركة عدة وجوه معروفة يعني بيحبوا يساعدونا بهالبروجي ومنبيع الأغنية على طريق سي دي أو أونلاين ورايع كله بيروح لجمعية معينة هلا الجمعية اللي رايع لها هي هوم أوف هوب مزبوط أطفال هوم أوف هوب مين هني؟ هوم أوف هوب هي جمعية هي مركز موقعه بزحلة بيهتم بالعناية بالأطفال يلي عندهم ظروف معيشية مش ضمن المستوى يعني أو بلا بيوت مزبوط بلا بيوت بلا علم أغلبيتهم مش لبنانية أغلبيتهم بيلمون عن الطرقات بيلمون من محلات يعني مشردين يعني نعم ناس مشردين قبل ما أسألك إذا كان هذا العمل قد حقق غايته ولا بعد يعني بلش في مداخيل مادية أو مساعدات بلشت توصل بدي شوف يمنى بدي إلا مساء الخير مساء الخير توني زيني العالم اليوم شكت تطلعي تعالي مع توني شو عاملي كرسي شو عاملي كرسي تطالع مع توني بدك سيكوريتي توني طبعا يعني مسيك بالخير وبعيدك كمان وكانت جمعة حلوة يعني التقينا كلنا فيها وبعتقد
انا ما نطرتك تسالني لانه بعرف الوقت قليل وبدنا يعني بدنا نقول انه نحن الكل بعتقد باتصال واحد وبسيط ومختصر كان من جد شوي لما عرفنا انه في غنيه وهدفها انساني ولبسوا ابيض. بعتقد هذه كل المعلومات اللي اخذناها، المزيد من المعلومات اخذناه اون سيت، ف لهيك كلنا كنا متواجدين يعني بهيدا العمل. وبعتقد انه اذا ملاحظتوني يعني قلنا تقريبا شي سنتين هيدا الحس علي شوي عند المشاهير ان كان فنانين او مذيعين، ناقص السياسيه ما بعرف وينهم يعني، مع انه معهم مصاري وعندهم امباكت يعني عندهم امباكت يعني كل حدا كمان في زعماء ناس بتلحقها وبتهتف لها وعندهم جمهور، فبنتمنى كمان هن يشاركوا لانه اكيد بيكون في صدى لهذا الموضوع. حقق مبيعات معكم هيدا السداد؟ نعم، هو اول شيء اكثر شيء عم بينباع اونلاين، عم بينشرى اونلاين يعني. نعم، لانه فينا نوصل لناس برات لبنان. بلشنا نطلع مبالغ يعني مش عاطله للايام القليله اللي صارت افيلبل اونلاين. والسي دي حاليا عم ينباع يعني ضمن ايفنتس، ضمن سهرات. هي روتراكت بعبده اللي هي تابعه لجمعيه روتري عم تهتم بتسويق السي دي ان كان بخلال ايفنتس ولا بيعرضوا بمحلات بنقط بيع. طيب في مطرح نقاط بيع معينه اذا حدا مثلا هلا من المشاهدين حب يساهم، حب يشارك؟ نعم، حب يقدم مساعده بمكتبه انطوان ابدان. نعم، الاسبوع الجاي بس كمان على الايتونز يعني دولار يعني. واحد بيقدر يساهم يعني، منه هالمبلغ الكبير يعني. على الايتونز يعني انترناشونالي اكيد اشتريته، وقد ما فيي جربت يعني. انا حاليا ما عندي برنامج على الهواء. يغسل العين على تويتر يا ما يا وحده برنامجك على الهواء على تويتر. ما عم بلحق لك انا يعني، عم جرب ما عم بلحق لك. انت ما عم تلحق لي لانه بدك تشد حالك شوي بالموضوع. وبتمنى من كل الزملاء يعني حتى لو ما السبب عم بسالوا عن نقاط بيع لانه ما راح تزبط معي اشتري عن اونلاين يعني اونلاين. هو تركيزنا اكثر شيء عم يكون اونلاين لانه هونيك يعني اكثر شيء ناس عم بيحضروا الفيديو وعم بيسالوا وين فينا ودغري عم يفوتوا على اللينك يعني. بصفي لبنان وخارج لبنان ما في مشكله. هل حدا رفض من المشاهير يعني؟ كان في ناس قالت لا على ايه بس مش طبعا للسوقنيه لانه نحن كان بروجي يعني نعمل ضمن فتره قصيره من الوقت. نعم. ففي ناس طبعا كان عندها غير ارتباطات طبعا ناس مشاهير وهيك، ما فيك انه تجيب ذات نهار تطلب منه يلي كان مثاقب انه بيقدر وقدر اعطي شويه وقت يعني. ايه لا لانه هلا هن ما فيهم يحكوا كل شيء، بس نحن اعلاميين نحن من حقنا نحكي يعني. ان كان هو او جاد يمكن ما يحكوا. انا كمان مسكر خطه لي من جاد مسافر. جاد مسافر ان شاء الله بيكون عم بيشوفنا، ونحن بنشكره كمان لانه هو اللي اتصل فينا وهو اللي قام بهيدي المبادره بوقت كثير قياسي. انا كنت حابب اشوف كمان يعني ناس كثار يعني، كنت حابب نحن كمان كنت حابب اشوف ناس يعني لهم تاثيرهم اكثر. مزبوط، لازم هلا هو يلي يعني نحن كوننا فرقه مبتدئه يعني منا ناس استابلشت بعد بهالمجال، يمكن في ناس ما كثير بتتحمس بتسال كثير اسئله يعني اللي قدرنا. او بتحطوا شروطات. انت سالتي سؤال؟ انا ما فتحت. لا عن جد سالتي؟ لا 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 انا سالت بس قبل التصوير. قبل التصوير انا حتى يعني احنا صورنا بعد النشر على فكره يعني، خلصت نهار السبت وضليت. لا وهلا مش يعني نحن هلا عم نحكي، انتبه نحن عم نحكي، صرنا عم نحكي بهيدي الاشياء وبنحكي ظروفها مش حتى نفرجي انه نحن طرزانات، لا كرمال الناس تعرف انه ايه في مرات مشاركات وفي مرات اعمال لو شو ما في بالكره الارضيه لازم تعملها يعني. انت كان ظروفك بروجرامك، انا والدتي كانت ثاني نهار وقت تروح على المستشفى عرفت. وايفن دو يعني ما ترددنا، وهيدا مش مرجله ويا لطيف، هذا مينيموم نحن نقدر نعمله. عرفت انه في ناس حطوا شروطات، بدي اقول لهم لهي نوع من الناس نحن ما بدنا اياكم يعني. نحن الناس اللي بتحط الشروطات او الناس اللي يعني بيكون عندها 6000 سؤال لما بتشارك بعمل انساني او خيري، نحن الاعلاميين وان كان الفنانين والموسيقى وحتى الفقراء اللي بدهم يستفيدوا من هذا العمل ما بدهم ياكم. ف وعلى كل حال الاعلام منه مقصر. اكيد في ناس حطوا شروطات. اي الاعلام منه مقصر. ليك روح لا ما مش مشان شو يعني، مشان شو
عم قل لهم من هلا انه نحن ما بدنا اياكم، يعني نحن ما بدنا اياكم تكون موجودين بهيك عمل. بس انا مبسوطه على كل حال توني، واكيد انت بتوافقني رايي انه روح المساعد كثير عليانه. يعني انا قلبي كثير كبران شو عم شوف على نيو تي في، شو عم شوف على ال بي سي، على الام تي في، على كل المحطات. في استنفار منه طبيعي لانه التعتير كتران والفقر كتران، وحتى الغني طالته الأزمات الاقتصادية بركة لأنه قال له شوي دولاراته أو قال له مصرياته صار يحس مع الفقير. كمان في شغلة أساسية أنا برأيي هي كمان عم تلعب دور بهذا الموضوع، هي أنه الإيمان كبران طبعا. يعني الإنسان لما يقرر يعمل أي عمل خير أو أي عمل إنساني أو يساعد أي حدا تاني، هيدي بدها تكون نابعة من إيمان موجود بداخله. يعني صحيح. بفترة من الفترات بعتقد مرقنا عدم توازن في الإيمان، يعني اهتزاز. هلا عم شوف كثير ناس راجعة، يعني الرجوع لربها عم بيساعدها، يعني هي عم تبرم وين في يساعد لساعد، وين في يخدم لاخدم، وهذا دليل كثير منيح. انا بدي اتشكرك جدا 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 يومنا، بدي اتشكركم على هالمبادره، وتحيه لجاد كمان، وبدي اقول لكم كل عام وانتم بخير وانت بألف خير، وبندعي الناس من جديد. شكرا توني، كلك ذوق انه يشتروا الاغنيه عبر يعني قد ما فيكم تشوفونا، يعني قد ما تشتروا هذا السي دي او الدي في دي، عم يعني بتكونوا عم بتساهموا بطريقه مباشره وغير مباشره برعايه هالاطفال اللي بحاجه طبعا الى رعايتكم. شكرا نعلو التالي، لانه بعد البريك في عندنا الممثله نادين الراسي شو وجهت معايده او شو هديت لريما جيم. ابقوا معنا. بدي اقول ميري كريسمس لكل مشاهدي نيو تي في ولكل اكيب العمل بالنشر. توني خليفه بالذات بقول لك انه ينعاد عليك، وكل سنه عن سنه عم بتكون عم بتجوهر اكثر واكثر. للبرنامج طبعا اللي بنعرف كلنا قد ايه محضور وقد ايه بيسمع الصوت وبيوصله، بدي اقول عقبال كل سنه بهيدا النجاح واكثر. ولمحطه النيو تي في العزيزه على قلبي لانه دائما مرافقتنا بكل المحطات الحلوه وبكل المحطات النجاح، كمان بدي اتمنى لها النجاح. ماذا أهدى النائب سيمو أبي رمية قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، والفنان ميشيل أبو سليمان ميريام كلينك، والإعلامية رابعة الزيات زميلتها منى أبو حمزة، ونادين الراسي شقيقها جورج الراسي؟ قبل العيد للنشر أطلق صرخة لإنقاذ الطفل حسين أبو شاذ، دعونا نرى عشية الميلاد ماذا حصل؟ الكلفة الباهظة لزينة الميلاد في المناطق، ألم يكن المحتاجون أولى بملايينها؟ بطاقات معايدة وزعت في الشارع والمواطنون حملوها طلباتهم من السياسيين، فما هي أمنياتهم؟ قبل العيد أيضاً أعلنا عن أب مطلوب للعدالة سيقوم بتسليم نفسه للقوى الأمنية بعد إيجاد مؤسسة لرعاية ولديه، فهل نجحنا بذلك؟ باميلا تمنت في الأسبوع الماضي زيارة والدتها المريضة في رومانيا، فهل استطعنا تحقيق أمنيتها عشية العيد؟ اهلا بكم من جديد في هذه الحلقه من النشر المخصصه لعيد الميلاد المجيد. نكرر المعايده للجميع، وايضا اود ان اشكر تشارلي فلاورز على هذه او هذا الديكور الجميل الزينه الحلوه اللي عم بدق لي. تشارلي خاف مني على هالزينه الحلوه اللي دائما بيعملها بكل مناسبه عندنا ببرنامج للنشر. هالشجره تحديدا اللي عم تشوفوها قدامكم هيدي انا طلبتها منه لتشارلي، قلت له في اخذها معي على البيت انا وراجع، بيبعث لي خبر انها منبيعه. هلا ما بعرف اي متى بيعها، بعد راس السنه شو يا تشارلي؟ منبيعه ايه؟ بيبيعوا قبل العيد، ما بيبيعوا بعد العيد. شكرا لإله على كل على هالذوق الحلو، بالفعل دائما بيفاجئنا بكل مناسباتنا، قمه بالذوق، قمه بال يعني بالشياكه. ثانك يو، دائما بيضلوا فايق علينا، بيضل يفايق على مناسباتنا وعلى كل المناسبات. تشارلي دائما بيرافقنا، فانا ما في الا وجه له احلى معايده واحلى تحيه،
وقله ان شاء الله دائما تضل متالق ورائد بهذا المجال، لانك بالفعل اسم بيشرف لبنان بهذا المجال بالذات وبالازهار وبالزينه. والشجره بعدها بعيني يا تشارلي استفل. فخلونا هلا ننتقل الى موضوع اخر كمان من اجواء العيد ومن اجواء الميلاد، وهالفكره هي معروفه بالعالم تحت عنوان سيكريت سانتا، وهي عادة ناس بتختار هدايا لناس تانيين بس بدون ما يعرفوا بعضهم، يعني بيختار اسم بيبعت من خلاله هدية، اللي بياخد الهدية ما بيعرف هديته من مين واصلة. نحن طورناها أو لبنناها لنقول لها الفكرة، ودخلنا فيها فنانين وإعلاميين وسياسيين، ولأنه نحن ببلد ديمقراطي اسمه لبنان كنا ديمقراطيين إلى حد ما، يعني ما فرضنا على حدا أشياء بالفرض، يعني أعطيني إذا كل شخص عدة احتمالات بس هو ما بيعرف، كان عم بيختار اسم من مجموعة أسماء، والاسم اللي بيطلع له كان عم بيوجه له عيدية أو بيرتقي شو لازم يوجه له معايدة بالعيد. المنافسة يعني الهدايا كانت بين منافسين سياسيين وفنانين وإعلاميين، بس اللي لفت لنا انتباهنا انه الاسماء اللي بنعرضها على كل شخص تيختار اسم منا ما كان يقبل يسجل الا ما يشوف الاسماء الاخرى، يعني هيدي الحشريه كمان غير الديمقراطيه الموجوده عند اللبنانيين. معنا مجموعه كبيره من الاشخاص رح نستعرضهم على مدار الحلقه الليله، رح ناخذ بكل فاصل عدد من هالاشخاص. خلونا نشوف بالاول مجموعه من الاشخاص، بيناتهم النائب سيمون ابي رميا وهو نائب عن التيار الوطني الحر. ماذا يهدي قائد القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وغير من الفنانين والإعلاميين؟ كل سنة أنا بهدي الكل وبستقبل أمنياتهم، هالسنة خليني شوف السياسيين الإعلاميين والممثلين شو بيهدوا وبيتمنوا لبعض. حزب القوات اللبنانية شو بتمنى لهم على عيد الميلاد؟ بدنا نحكي شوية سياسة. فعلا بتمنى انه العلاقات معنا مع التيار تكون اكثر علاقات سلام، وبالرغم من التنافس الديمقراطي الطبيعي بين الاحزاب انه يكونوا نقبل بالحق الاختلاف والامور تاخد طابع سلمي وما يكون في اي تشنج قائم خاصه بين الشباب. للدكتور سمير جعجع بهدي كنت ارشيف الحرب بلبنان، الفيديو تكل واحد يستخلص العبر من يلي صار، يقرا الماضي مشان نقرا نعمر احسن التاريخ. الاعلاميه منى ابو حمزه. اذا كنت انا السيكريت سانتا تبع منى، حقيقة من كل قلبي من قلب قلبي بتمنى لها انه تنجح اكثر واكثر واكثر وتكسب اكثر واكثر محبة الناس وثقتهم، لانه فعلا هي قدرت بفترة قصيرة تكون محط انظار وتكون نجمة بكل معنى الكلمة وتكسب محبة الناس. مريم كلينك. شو بدي اقول لك يا مريم؟ بدي اهديكي سهرة حفلة حلوة كتير، هي بروح ريعة لجمعية بيتنا التي تعنى بالمعوقين عقليا. كل عام وانت بخير. ميشيل أبو سليمة. بابا نويل يا حياتي. هلأ اللي بنقيه بتجيبوه وحيط الله. لكن انتبه بابا نويل ما تكذب، أنا كل السنة قاهر فيه لجزء ما قاهر فيه يطق أبر قلبي. بدي اقول له ينعاد عليك، وبدي اقول له انه ان شاء الله يا رب كل اللي بتحلم فيه الله يحققه، لانه انت انسان نيتك طيبه وقلبك طيب. عصبي انا بفهمك كثير لانه عنا نفس الشخصيه، ويا عذرا ويا رب وبجاه هيدا العيد
شوفك عريس بتحمل على ايدك ولد. اذا مش السنه تحضر للسنه لنشوفها سنه الجاي. في بعد اصحاب صوفيه؟ يتبع اذا عندنا عدد اخر وعدد كبير من السياسيين والفنانين والاعلاميين. ان شاء الله هيك نضل شيء فيهم بيحبوا بعضهم وبيتمنوا الخير لبعضهم وبيتمنوا التوفيق لبعضهم، وان شاء الله التمنيات اللي على الاعلام وعلى التلفزيون تصير حقيقه. عم بيقولوا لي الشباب في بوكال لإلي، قال بده ينزلوا لي اياه كمان مجموعه من الاسماء. هلا بشوف الاسماء وبعدين برجع انا ننتقل إلى موضوع آخر وموضوع مهم وهو موضوع إنساني. انطلقنا بحملة من أجل طبعا دعم وإنقاذ حياة طفل مهدد حياته بالموت بعد ما فقد الوالد طفلين قبله. هذا هو الطفل الثالث الذي بحاجة إلى دعمكم ومساعدتكم لإنقاذ حياته. المبلغ المطلوب اللي بلشنا بحملة مساعدات وجمع لهذا المبلغ هو حوالي 250 ألف يورو، يعني حوالي 200 ألف دولار يعني تقريبا، لأنه العملية ما بتنعمل لهذا الطفل إلا بإيطاليا. ولكن المفاجأة كانت أنه لحظة والد الطفل ظهر معنا الأسبوع الماضي على الهواء، يعني بلشت الاتصالات تتوالى على قناة الجديد وبرنامج للنشر، وهناك أشخاص كتار قرروا أنهم يساعدوا بقدر إمكاناتهم من أجل جمع هذا المبلغ. وبفترة أسبوع لقد جمعنا مبلغا لا بأس به، سنتعرف على قيمته بعد شوي، ولكن خلينا نشوف هالتقرير لنتذكر حالة هذا الطفل. لأن الميلاد شهر العطاء والمحبة، قرر برنامج للنشر ألا ينسى الحالات الإنسانية التي تطرقنا لها ووعدنا بمتابعتها. في الحلقة السابقة عرضنا تقريراً حول الطفل حسين الذي يعاني من نقص حاد في المناعة، وتبلغ تكلفة علاجه خارج لبنان 150 ألف يورو. حسين عنده حظوظ كتير كبيرة أن يشفى من هذا المرض، لأنه في الفايل تبعه الدوسية تبعه بإيطاليا أكدوا لكم أنه ممكن يعني نسبة عالية جداً من شفائه وإنقاذه في حال توجه إلى إيطاليا. دقيت بواب كتير ورحت للناس كتير ولجمعيات خيرية ونشدت كتير من الناس وجمعت مبلغ يعني ضئيل، يعني بعده 13 ألف دولار من أصل 200 ألف دولار. نعم. فبناشد كل إنسان خارج لبنان وداخل لبنان رجاء تساعدوني بإجراء هالعملية هيدا. خارج لبنان داخل لبنان بشد على ايد كل واحد وبوزة. العملية بس بين هلالين، العملية ما بنقدر نعملها بلبنان؟ لا ما بتنعمل بلبنان. وبناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومعالي الوزير الصحة، أنا بدي أسألهم سؤال، هل من العدل إنه عائلة يكون فيها ثلاث أولاد يموت منهم اثنين والثالث رح يموت، هذا عدل بيكون؟ أنا بوجه نداء لأهل بلدي لأهل ضيعتي اللي هني من ميس الجبل، رجاء انه تساعدوني باجراء هالعمليه. انا اكيد انه انتم ما عندكم المام بهالموضوع كله كان الا هلا بهاللحظات هذه اللي انتشر فيها، وانا بعرفكم انتم من اهل الخير، يلي مش عارف يعرف. انا اسمي بسام ابو شاذ من ميس الجبل، وانتم بتعرفوني كلكم. ابني بحاجه لعمليه ضروريه بايطاليا بتكلف بحدود ال 200 الف دولار، انا مجمع لحد هلا 13 الف دولار. وبعد عرض التقرير استقبل البرنامج العديد من اتصالات المتبرعين من لبنان والخارج ممن أبدوا رغبتهم في المساعدة، وما زلنا بانتظار تلقي المزيد من الاتصالات لجمع المبلغ المتبقي لإنجاز العملية الجراحية له.
إذن نحن بدنا نتشكر كل شخص ساهم ولو بمثل ما بيقولوا فلس الأرملة لمساعدة هذا الطفل. بيسعدني كمان أني أستضيف بسام أبو شاز والد الطفل مرة أخرى. بسام عم بتقلي هلا انه حالته حرجي شوي اكثر. ليه؟ شو جد يعني؟ هي هذا المرض اللي هو فيه ببلش عوارض الاكزيما. اول شيء ببلش فيه الاكزيما بتصير اذا هلا هو الصبي عم بحك بحاله عم بيطلع عم بيجروح حاله. نعم. قد ما الحساسيه والاكزيما فيه هيدي من عوارض المرض هذا اللي المناعه ضعف المناعه. نعم. ببلش بالاكزيما وحالته يعني انا عم فيق على صريخه وبنام على صريخه وعم بجروح حاله من الوجع. وضعه حرج. برجع بناشد كل الناس وبتمنى بهالاعياد المجيده هاي وينعاد عليكم. يعني عيسى المسيح هو المحبه ومحمد هو الرحمه. بسال العالم كله بهالانبياء كلهم انهم ما ينسوا هالطفل. انتوا اخذتوا موعد بايطاليا ولا بعد؟ ايه الموعد في موافقه من مستشفى ايطاليا. نعم. على العمليه وبقولوا لكم انه باسرع وقت ممكن لازم الحكيم تجرى هذه العملية. الحكيم قالنا انه اذا ابن شهر نعمل له العمليه بس تامنوا المبلغ. صار عمره 4 أشهر والشهر الخامس نحن خايفين منه يعني الله يسترنا. هلا بلشت الاكزيما من بعدها بصير في اذا لقط فيروس. اخواته الله يرحمهم باي عمر توفوا؟ 4 أشهر ونص 5 أشهر. حسن كمان لقط فيروس واشتراكات بالدم وفات بالمتاهات وفارت الكبد ومعش. هلا الصبي اذا هلا هيدا اذا بتطلع حرارته ما بتنزل. اذا لقط فيروس من خلال تشقق الجلد. نعم. راح بالمتاهات. طيب انا بدي اطلع انا وياك على شيء بعد شوي لنشوف الرقم اللي وصلت له المساعدات. اجانا اتصالات من ليبيا، من السعوديه، من انغولا، من لبنان، من امريكا. كثير ناس عرضت مساعدات، كثير ناس عرضت خدمات. بشكر. ناس لما اتصلنا فيهم بادروا، ناس بعد المفاوضات جاريه معهم، ناس يعني ابدوا استعداد وبعدين ما عاد ردوا على التليفون، ممكن لظرف ما او لسبب ما، ولكن نحن دائما الامل مفتوح. ولكن خلينا نشوف نحن وياك المبلغ اللي الرقم اللي وصل له، المبلغ اللي قدرنا نجمعه خلال الاسبوع الماضي 98,550 دولار. إذا قدرنا نأمن 98,550 دولار. ولكن في شخص من الأشخاص اللي تبرع يعني هودي باع معه 13,000 ولا بلاهن بلا 13,000 يعني تقريبا عنا 111,000 دولار وشي صاروا. وفي شخص من اللي متبرع بمبلغ كمان كبير كان مشترط انه هو بيبعت المبلغ لحساب المستشفى بايطاليا مباشره، يعني هو بيحوله على حساب المستشفى بايطاليا مباشره. انا بشكر كل الناس اللي ساهموا بهالتبرعات ان كانت قليله او كثيره. وبدي وجه تحيه بس رجاء استاذ توني لمعالي الوزير الصحه السيد علي حسن خليل. انا بدي اقول له انا رحت على وزاره الصحه مره واثنين وثلاثه ما لقيت فيه تجاوب. رجعت نشدت وزير الصحة على هاي الطاولة مرة ونشدته مرة تانية هالمرة التانية هاي وبقول له يا حضرة معالي وزير الصحة بتمنى إني ناشدك مرة تالتة على هاي الطاولة. إذا سألني ليش بقول له بعرف حالي ابني بعده عايش. بتمنى إني ناشدك مرة تالتة معناته ابني عايش. إذا ما نشدتك مرة تالتة بكون مات ابني. لا سلامة قلبه. هيدا بقول لك يا معالي وزير سلامة الصحة قلبه. عم نعمل كل ما في وسعنا. بتمنى منك انك تساعدني. عم نعمل كل ما في وسعنا. تقريبا صرنا مأمنين نص المبلغ، يعني نحن وصلنا لحد هلا لنص المبلغ. الوضع الولد انه ما بيحمل كثير نطرة، العملية مفروض تجرى بأسرع وقت ممكن، في ناس المفاوضات بعدها مستمرة معها، إن شاء الله نقدر نحقق الرقم لنبعته لحسين على إيطاليا. يجري هذه العملية وننقذ حياته بإذن الله. أنا طبعا عم وجه كلامي لوزارة الصحة اللبنانية. وزارة الصحة شو بدها تخدمك يعني إذا قالت لي ما بنساعد برات لبنان. طيب. شو فرق إذا جوات لبنان أو برات لبنان؟ ما هو لبناني. طيب وطفل ليش شو فرق إذا سافر على إيطاليا؟ هل اللي بدها تساهم فيهم هون بالدولة اللبنانية بقلب لبنان
تساهم فيهم بلبنان. يعني انت خبرك شغلي، هودي امور بتبقى معتمده قانونيا و بالدولة ما بيقدروا يتجاوزوها. يعني انا بفهم وزارة الصحة، يعني لانه معالي الوزير تحديدا لما كنا نقصده بخدمة ما كان يتردد ولا اي لحظة بالاستجابة لها والمساعدة لها، ولكن كل شيء ضمن صلاحياته بيقدر يعمله، كل شيء خارج صلاحياته ما بيقدر يكسر القاعدة مع شخص، لانه اليوم هيدا وزير لكل اللبنانيين. يعني اليوم ابنك بعرف شو بيعني الابن لبيه لامه، ولكن في ملايين من الاطفال كمان أهلهم عم يتعذبوا مثل ما أنت عم تتعذب. إذا معالي الوزير بده يكسر القانون لإلك ولغيرك ولغيرك ولغيرك، يعني سلم مثل ما بيقولوا، ما بقى في عنا قانون، ما بقى في عنا وزارة، ما بقى في عنا أمور. هلا على كل إن أنا بعرف إنه هو قلبه كبير وراح يجرب يساعد قد ما فيه، ولكن نحن رهنا على الناس اللي مقتدرة وبهالأعياد حابة تساعد. نحن حققنا نص المبلغ، بعد في عنا النص الثاني، إن شاء الله نلاقي مين يقدر يأمن لنا إياه. عنا الرقم المخصص لاتصالاتكم هو 01-303-300، هو رقم الجديد. عنا المقسم الداخلي 207، فنتمنى بأسرع وقت إذا حدا حابب يساعد بهذا الموضوع إنه يساعد فيه. شكرا لك، ونتمنى الشفاء العاجل، وإن شاء الله نتلاقى على هالطاولة مرة جديدة إن شاء الله، ويكون حسين معك وبأحسن حالاته يا رب. شكرا لك. ما هو التالي ونتابع؟ خليك شوي بس. ماذا أهدى نائب الأشرفي ميشيل فرعون متضرري منطقته عشية العيد، والإعلامية ريمان جيم الفنانة نادين الراسي، ووليد عبود زميله مارسيل غانم، ونادين الراسي زميلتها سيرين عبد النور؟ الكلفة الباهظة لزينة الميلاد في المناطق، ألم يكن المحتاجون أولى بملايينها؟ بطاقات معايدة وزعت في الشارع، والمواطنون حملوها طلباتهم من السياسيين، فما هي أمنياتهم؟ قبل العيد أيضاً أعلنا عن أب مطلوب للعدالة سيقوم بتسليم نفسه للقوى الأمنية بعد إيجاد مؤسسة لرعاية ولديه، فهل نجحنا بذلك؟ باميلا تمنت في الأسبوع الماضي زيارة والدتها المريضة في رومانيا، فهل استطعنا تحقيق أمنيتها عشية العيد؟ أهلا بكم من جديد، نتابع للنشر في هذه الحلقة المخصصة لعيد الميلاد. بالسابق انفتحت القضية أول مرة لما كان بالمناسبات العامة والاحتفالات والأعراس والأفراح، كان تطلق الأسهم النارية وتصرف عشرات الألاف ومئات الألاف من الدولارات تحرق في السماء. كان البعض يقول ولو معقول كل هيدي الأموال عم تنحرق هيك بلحظات وبدقائق، ليه ما تعطى لناس يكونوا محتاجينها؟ في ناس كانوا يوافقون الرأي، وفي ناس تانيين كانوا يقولوا لهم هيدي أموالهم وحرين فيها، هني اللي بدهم يعملوه يعملوه. ولكن عندما تكون الأموال أموالا عامة، هل يحق لكل من هو مسؤول عن هذه الأموال أن يتصرف بها بهذا الشكل؟ صحيح أنه ربما لا يخالف القوانين، ولكن ربما يخالف الشعور الإنساني لأناس محيطين به هم بأمس الحاجة إلى تلك الأموال وتلك المساعدات. الميلاد هو عيد التواضع، يعني رمز عيد الميلاد هو عيد التواضع، فلماذا كل هذا الاستشراس بنشر الزينة بهذا الشكل الفاحش بعشرات ومئات آلاف الدولارات؟ الزينة حلوة والعيد حلو وأجواء العيد حلوة، ولكن هل الناس اللي موجودين داخل هالبلدات أو هالمناطق أو هالمدن وهن بحاجة يمكن لشمعة صغيرة ليحسوا بالعيد، أليس أولى بهذه الأموال؟ وأليس معنى الميلاد سيكون أجمل عندما هذه الأموال تصرف على هؤلاء الأشخاص بدل ما تصرف في البهرجة والزينة؟ الزينة حلوة وكلنا بنروح بنتفرج على الزينة، ولكن كيف تصرف أموال هذه الزينة أو هذه نحن بنقلها مثل رموز العيد؟ خلونا بالأول نشوف أبرز الزينة اللي موجودة بلبنان وبعدين بنحكي.
زينة وأضواء ومغارة وموسيقى وترانيم. إنه عيد الميلاد، العيد الذي ترتدي فيه الطرقات والساحات أبهى حللها لترحب بولادة الطفل يسوع. من الشمال إلى الجنوب زينة لا تفارق الأعين، يمنة ويسرى ألوان تضيء عتمة الطرقات، بلديات وبلدات تستعرض عضلاتها في منافسة بعنوان من الأحلى، وتجار يساهمون في تلك الزينة للفت النظر وجذب المواطنين والسياح في موسم السياحة الدينية. وهذه حدث من الزينة بمعنى إنارة وكذا تمثل ترمز للمسيح ومجيء. نحن بعمشيت هالسنة هيدي عملناها نحن من صندوق البلدية، كلف 30,000 دولار. كل سنة بالميلاد في عنا عائلات معوزة بعمشيت نوزع لهم مبلغ حتى يعيدوا فيه ونشارك كلنا سوا. الزينة هي مقسومة 3 أو 4 أقسام. في عنا زينة قديمة كانت موجودة بالسنين القبل وبتتراكم، نرجع منطلعها نعملها صيانة ومننزلها، وهيك منربح زينة بشوارع زيادة، هيدي كلفتها قليلة. عنا المغارة اللي شفتوها وراكم هيدي معوض كلفنا بـ25,000 دولار. السنة صار في تعاون مع فوج الكشافي، فوج كشافة بيبلوس بجبال، وهن أخدوها عاتقهم نفذوها، يعني كانت كلفتها كمان أنجا بشوية مواد استعملوها. وهالشارع اللي شايفينه وبعد عنا فوق شارع على الآخر، هيدي استحدثنا له زينة وهذا اللي كلف أكتر شيء مصاري. بالرغم من هيك نحن مثل ما شايفين يعني اتجهنا للمؤسسات التجارية بقلب المدينة تساعدنا. بخلال السنة كلها عطول في مساعدات لأشخاص محتاجين بطريقة يعني مش سرية على الآخر، بس إنه بطريقة محترمة للشخص وللبلدية. وإذا كانت الزينة والبهرجة والموسيقى تخلق جواً من البهجة وترسم البسمة على الوجوه، فمن الواجب ألا ينسينا صخب المظاهر والأضواء أن الأهم في روح العيد يبقى الالتفات للمحتاجين والعائلات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة في زمن مجيء رمز العطاء والمحبة يسوع المسيح. إذن كل عيد وأنتم بألف خير. مثل ما قلنا الزينة حلوة، أجواء العيد حلوة، الميلاد حلو، ولكن أنه نفكر نحن ببعضنا البعض أنه كيف نقدر نخصص مجموعة من مصاريفنا إلى ناس محتاجين لها وبحاجة لها كمان مع العيد بيكون أحلى. وسمعنا كمان من يعني من رئيس بلدية ومن كمان عضو في بلدية أخرى، وكان معنا كمان مفروض يكون من بلدية بيروت وبلديات أخرى، ولكن سوء الحالة الجوية ما قدرنا نكمل كل التصوير. سمعنا أنه طبعا في أموال عم تنصرف على الزينة، ولكن في أموال أخرى عم تنصرف بالمجال الإنساني محل ما عم تنصرف. إن شاء الله تكون هذه الأمور صحيحة، لأنه بالنتيجة المواطن هو بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص، لأنه بالنتيجة هو بينتخبهم ليأمنوا له مصالحه، ليأمنوا له بنى تحتية هو بحاجة لها، ليأمنوا له خدمات صحية بمنطقته هو بحاجة لها، ليأمنوا له أمور كثيرة هو بحاجة لها، أكثر من ضوء ومن شجرة ومن زينة ميلادية. خلونا هلأ نشوف مزيد من سيكريت سانتا لبين إعلاميين سياسيين وفنانين، لنشوف هالمرة على مين وقع الاختيار ومين اختار مين. كان الأشرفية المتضررين من الانفجار، نحن منقول لهم أنه من جهة هالحي رح يرجع أحسن مكان، يعني نخلي هالمنطقة ترفع راسها بكرامتها تتجاوز المحن. كتير حلو. نادين الراسي، إذا أنا السيكريت سانتا تبعها
بجيب لها شي ثلاثة يساعدوها بالبيت لأنه بتضلها بدها تعمل كل شيء مع أشغالها. هيك عرفت يعني آخر مرة شفتها أنه بدها الأولاد تنتبه لهم، بدها تعمل لهم أكل، بدها تعمل لهم حلو، وبدها تلعبهم، وبدها تمثل، وبدها تغني، وبدها تعمل كتير أشياء. كنت بتمنى لو طلع لي توني خليفة حاطين اسمه أو شيء، لأنه مش من زمان أنه متصالحة أنا وياه وعايشين أحلى عيشة، فكنت بدي أتمنى دوام هالمصالحة. وقال له لتوني كمان الله يخلي له عائلته وزوجته بشكل خاص اللي أنا بحبها حب كبير. هدية للشعب اللبناني بموضوع البيئة. أكبر هدية بيعملوها هن اللبنانيين لنفسهم بالبيئة، لأنه البيئة منا ملك لأي فريق معين في لبنان، منا فريق سياسي، منا ملك وزير البيئة، منا ملك الحكومة اللبنانية. البيئة هي ثروة وطنية ملك كل مواطن لبناني. أوه حظنا حلو، الإعلامي مسر غانم. للإعلامي مسر غانم بدي أتمنى له بموضوعية إنه يضل برنامج كلام الناس هو حقيقة مصدر وأساس كلام الناس كل جمعة. إضافة بتمنى إنه أهدي ساعة وجرافات. في بعد أصحاب؟ بس كيف طلع خيي بشرفك هلا؟ سيرين بلا سيرين عبد النور طبعا. سيرين بدي أقول لك ميري كريسمس، ويمكن كنت حدا كتير سعيد لما عرفت إنك أنت تزوجتي، وأسعد لما صار عندك بنوت وصرت أم. كنت مبيضتي لنا وجنا، وما في أطلب منك غير أنه تكملي بهذه الطريقة. كل أعمالك حلوة، بتستفز أي ممثل أنه يقدم أحلى، وأنا عن جد من قلبي بحبك، وإن شاء الله كل سنة بتكون أحلى وأحلى، وتزينيها للبنوت بكمان صبي وبنات وصبي، وتكون عائلتك حلوة مباركة يا رب. خلاص كمان يتبع يبدو بعد في زملاء وزميلات فنانين وفنانات وسياسيين بدهم يهدوا بعضهم لبعض، ولكن نحن كمان فكرنا بالمواطن، هالمواطن المعتر اللي يمكن صوته مش دايما بيقدر يوصل لمحل ما لازم يوصل، فقررنا انه نعمل كروتة معايدة وننزل على الطريق ونوقف العالم على الطرقات ونعطي كل واحد منهم بطاقة معايدة، وتركنا له الاختيار انه يكتب اسم السياسي اللي بيحب يوجه له رسالة أو معايدة أو ما إلى هنالك. خلينا نشوف شو طلع معنا من بطاقات معايدة وتحيات ومعايدات من المواطن العادي إلى السياسي المش عادي. برنامج للنشر كسر الكلفة أو إزالة الحواجز بين المواطن اللبناني والمسؤولين السياسيين خلال فترة الأعياد، فبادرنا إلى تسليم بطاقة معايدة لهذا المواطن، تاركين له حرية اختيار السياسي الذي يرغب في توجيه معايدته له، واعتماد النص الذي يريد توجيهه له وعلى طريقته الخاصة. فهل سيتلقى السياسيون من مواطنيهم حفنة من معايدات المحبة أم المحاسبة والمسبة؟ سيد حسن نصر الله، قل له الله يحفظه، والمقاومة والمقاومة كفاية، أكثر من هيك لأن وصلنا على الحديد. كان بدي أكتب لكلهم يعني فرد مرة، قل لهم بركي بيحلوا عنا لنرتاح، هيك أحلى عيدية بتكون. كتبت رسالة للدكتور سمير جعجع، قلت له رجاء أن يطلب من جميع قوى 14 أدار و8 أدار يحلوا عنا لنقدر نعيش. أنا بقول للشيخ سعد الحريري عيد ميلاد مجيد، كل سنة وأنتم بخير، إن شاء الله تكون 2013 سنة خير علينا وعلى الجميع وعليك. حنقي نجيب مئاتي، كتبت له عزيزي رئيس الحكومة بتمنى انه او ترجع الحقوق للناس وناس تقدر تعيش بكرامتها، او اذا لا فل انت وكل اصحابك من 8 و14. زياد بارود، قلت له عد الى وزارة الداخلية بركي بيزبط لنا وضعنا شوي. سمحت الامين العام السيد حسن نصر الله، خلص شو بدك تكتب له؟ مش خط وصل مش وضعه الامني لاني بحبه بليها. مفضل عندي بلبنان سياسة
ما بتخيل هذا السؤال بينسأل. أول شيء جوانب ما بيقدر ما بيقطع على الهواء، يعني إذا بدي أسألك يعني على الرقابة على السانسير بده ينقطش، هي أول شغلة. ثاني شغلة، ما في سياسية بلبنان، في حرامية وبيدين أموال، مبيدي أموال، وفي نصابين. السياسة بلبنان مش موجودة، بلهم يتعلموا السياسة بس، لأنه السياسة كتير حلوة، السياسة فن وبدها كتير ذكاء وبدها رجال. بحب أستاذ نبيه بري وعائلته المحترمين، وخلص بقى إنه نرتاح بقى من هالمشاكل كلها. بدون ما اكتب بقول لكل السياسيين يا ريت يكونوا صادقين، صادقين يحبوا بلدهم من قلبهم، يشتغلوا للبلد، ما كل مين لحاله ولا كل مين لطايفته. ايه ولا حدا بكره السياسه بلبنان. عندي عتب على رجل سياسي ثاني، هو ميشيل عون، بس هيك له لصهر وخليه يجيب لنا هالكهرباء. الدنيا اعياد وشتاء بس بدنا الكهرباء، بقى يمون على صهر يجيب لنا الكهرباء، بكفيه بقى. وليد بيك جنبلاط، وبطلب منه انه ما يتساهل بالناس اللي قتلوا المعلم كمال جنبلاط، ونضلنا ندعم الجيش الحر اللي عم بدافع عن كرامة سوريا وعن كرامة العرب، ونخلص من النظام الدكتاتوري. سليمان فرنجية، رئيس تيار المرضى، بقول له ميري كريسمس، وبتمنى عليه انه يعمل جهده كرمال يكون مثل بمنصب الرئاسة، لأنه حرام هيك سياسي مثله ما يطلع منه هيك منصب، وحرام كمان مرته ما تكون السيدة الأولى في لبنان. اللواء جميل السيد، لأنه بالفعل إنسان ناجح، وبقي كذا سنة ما حدا عايده لأنه كان بالحبس بتعرفي، وطلع من قضية الكل تهموا فيها بس طلع براءة. كل هذه البطاقات، بطاقات المعايدة، سيتم إرسالها إلى أصحابها، إن شاء الله يستقبلوها برحابة صدر، ويحطوها عندهم كذكرى من مواطن عادي مثل ما قلنا إلى سياسي مش عادي. وينعاد عليكم جميعا مواطنين وسياسيين. من الحالات اللي بدأنا متابعتها الأسبوع الماضي ونحن كمان مستمرين في المتابعة، هو ما لا يحصل عادة، هو أن يتصل مطلوب للعدالة ببرنامج تلفزيوني طالبا تسليم نفسه للقوى الأمنية، لكن هذا ما حصل معنا من خلال صلاح الذي تعرفنا على قضيته في الأسبوع الماضي واعدين بالمساعدة فيها. صلاح مطلوب بجرم ارتكبه بحجة رعاية ولديه، وقد أبدى استعدادا لتسليم نفسه للعدالة من خلالنا في حال اطمأن على مصير الولدين والزوجة المريضة. فأليكم ما حصل له. لم يجد صلاح المثقل بهموم الدنيا والهارب من وجه العدالة أمامه سوى برنامج للنشر ليستغيث به طالبا المساعدة من فريقه لحماية ولديه المهددين بالتشرد، واعدا بتسليم نفسه للعدالة في حال تم له ذلك. أنا موضوع أنه أنا طلعت من السجن صار لي 5 أشهر، رجعت انطلبت وأنا عندي ولدان وعندي مرة مضروب صدرها بالسرطان، مرة بالسرطان. جربت اشتغل، اشتغلت يوم يومين ثلاثة، ما عدت لقيت شغل، ما عدت قدرت أكمل بالشغل. أولادي خوتهم على مدرسة، ما قدرت أكمل لهم مدرستهم، ما قدرت أكمل لهم عشتهم. طلعت من السجن لقيت كل شيء ضايع عندي، لقيت ولادي وما لقيت مرتي ولا لقيت بيتي ولا لقيت أصحابي. يعني اللي بفهمه منك أنت مقرر تسلم حالك وتفوت على السجن، بدك محامي وبدك حدا يهتم لك بالولاد ليكونوا بأمان. هي مشكلتي الأولى، أنا أول مشكلة عندي هي ولادي. أنا إذا في شيء نتردد نسلم حالي تما كب ولادي على الطريق. ولكن أنا ما يهمني أكثر إنه نلاقي أي جمعية أو أي مؤسسة تقدر تأخذ على عاتقها حضانة ورعاية هالولدين لتكون صفيت أمورك الأمنية والقانونية
مع الدولة اللبنانية ومع السلطات الأمنية. وبعد عرض أولي لحالته في الحلقة السابقة، نجح البرنامج بجمع صلاح وولديه في جمعية عدل ورحمة المعنية بمساعدة المساجين وعائلاتهم، والتي بدورها تولت متابعة القضية من الناحية القانونية، وجمعية حماية التي تولت متابعة ملف الطفلين من ناحية الرعاية الاجتماعية. أول شيء عنا الأطفال، بدنا نشوف كيف بدنا نحمي الطفل، يعني حماية الطفل هيدا واجب أساسي. من بعد حماية الطفل وربما يمكن نحمي الطفل، بدنا نحمي العائلة، ومن بعد ما نحمي العائلة بدنا نشوف كمان كل شخص بالعائلة كمان شو عنده هو مشاكل. الأولاد فهمنا أنه كمان بلا تذكرة، الأولاد بدهم منا شغل تنشوف كيف بدنا نعمل لهم تذكرة. الأم كمان بدها تتعالج، عندها مرض، ولكن بدنا نشوف كمان كيف إذا عنده كل الحاجات القانونية توفرت له. إذا ما عنده محامي بدنا نشوف المعونة القضائية نحط له محامي، أو نحن كعدل ورحمة نحط له محامي. طيب إذا هو ما عنده إمكانية يحط محامي، لأنه هيدا حقه أن يكون عنده محامي. فإذا الشغل رح يكون معه على عدة أوجه. معي في هذه الفقرة السيدة جيهان السيد، اختصاصية اجتماعية وممثلة عن جمعية حماية. مساء الخير. وسيكون معي عبر الهاتف المحامي زياد عاشور من جمعية عدل ورحمة. وكان من المفترض أن يكون معي يعني دعونا نقول الهارب من وجه العدالة مباشرة على الهواء لتسليم نفسه الليلة للسلطات المختصة، ولكن بما أن رعاية الأطفال لم نتلقى عليها جوابا نهائيا، فقد تم تأجيل هذا الموضوع لغاية ما تتم الموافقة نهائيا ونتأكد من أن الأطفال أصبحوا في يد أمينة. وهذه حضرتك سيد جيهان بمن تمثلين، أنتوا عم تسعوا بهذا الموضوع، شو اللي عرقل الأمور وما تمت اليوم؟ نحن مثل أي اتصال أو طلب متابعة لأي عائلة توردنا أنه عندها أي صعوبات مع أطفالها أو عندها مشاكل اجتماعية خاصة، نحن بنكون عم نعمل التدخل الاجتماعي النفسي لندرس وضع العائلة ونشوف شو الأنسب. هدفنا الأساسي هو حماية الطفل ويكون ببيئة آمنة وسليمة لإله. هذا يلي بلشنا فيه إجمالا من يوم الجمعة، يعني نحن لتواصلنا مع العائلة مع البي وأولاده ليوم الجمعة، وخلال بالوقت القصير حاولنا نفهم الوضع الاجتماعي للعائلة، شو الحاجات يلي من الناحية الاجتماعية القانونية حتى للأولاد والنفسية، ونشوف وين إذا نحن كجمعية حماية ممكن نكون المرجع المعني لنكفي المتابعة الاجتماعية، أو بحاجة نكون عم نتعاون مع مرجعيات تانية ونحن أكيد دايما بتعاون مع وزارة الشؤون ومع وزارة العدل. ونحن بعدنا بالبداية، هلأ عم نسعى كنا وبعدنا مكافيين لحتى نكون عم نأمن أول شيء مؤسسة رعائية عم بتأمن الاهتمام من كل النواحي. طيب. بالولاد ما عندنا ولا مؤسسة لحد هلأ أبدت استعدادها؟ في مؤسسات أبدت استعدادها هلأ، بس بدي بهمني أوضح شغلة أنه نحن عندنا مركز استقبال بس للمراهقين يعني من عمر 13 سنة وما فوق. الأولاد أعمارهم هن أصغر 10 و12 ومزبوط، ونحن كان هدفنا أنه الأولاد يبقوا مجموعين، يعني ما بدنا نكون عم نحط ولد بمؤسسة لحتى يكونوا مع بعضهم، يمكن بكفي أنه لح يخسروا يمكن قرب الأم منهم والبي، بس كمان ما يخسروا بعضهم يكونوا قراب من بعضهم. تواصلنا مع جمعيات، بس يمكن لأنه ظروف الأعياد والجمعيات كلها مشغولة بنشاطات خاصة فيها وما يعني ما كنا نحصل على جواب، وموعودين أنه أكيد رح نتابع الموضوع يعني ممكن خلال الأسبوع المقبل نكون إن شاء الله. هيدا اللي نحن رح نعمله ونحن رح نكفي، يعني مش يعني هدفنا نحن دائما نكون عم نتعاون مع المراجع المختصه ونكفي، اذا في دور لنا نكون عم نكفي
وخاصة بموضوع أوراقهم للأولاد يعني مهم يتأملوا. نعم. معي المحامي زياد عاشور مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عاشور. المطلوب طلب منا بالأسبوع الماضي أنه إذا ياريت بيتأمن له محامي أو حدا يقدر يتوكل عنه أو يدرس ملفه أو يتبع له هذا الملف، فعرفنا من حضرتكم أنكم أبديتوا هذا الاستعداد أنكم تساعدوه بهذا الموضوع. 100%. نعم. الحالة والشخص احنا يعني على معرفة فيه من سابقا وسبق وتعاوننا نحن وياه، ونحن ما عندنا اي مشكلة. كيف عندكم معرفة فيه وسبق وتعاونتوا انتوا وياه؟ يعني لانه هو الشخص سبق وكان بسجن رومي ونحن نعم. كان قدمنا له خدمات قانونية ووقتها كان عنده اكثر من دعوة عملنا له ضغم وخرج من السجن، وتبين هذا الموضوع لحد هلا بعده مش كثير واضحه كل المعطيات عندنا، ولكن عندنا الاستعداد الكامل نحن انه نوقف. سحبتوا له ملفه جديد يعني القضيه اللي هلا ملاحق فيها ومطلوب فيها لنتاكد انه هو بالفعل مطلوب انه عليه جنحه او لا؟ لا الموضوع بعده يعني هو الملف عند قاضي التحقيق. نعم. وبهيدي المرحله يعني مثل ما معلوم في عنا شيء اسمه سرية التحقيق، ولكن المعلومة اجت من احد الاشخاص اللي كانوا متهمين بالملف وصدر في منع محاكمة بوجهه، قال انه هذا الشخص وارد اسمه بالملف. هلا وارد اسمه بالملف في احتمال كبير ويتوقف، كمان الاحتمال جد انه يتوقف. نعم. نحن بحال توقف نحن رح نتوكل عنه، محامي جمعية عدل ورحمي رح نتوكل عنه، رح نتابع له ملفه، وكمان في حال لم يتوقف رح نتابع الملف، ونحن مستعدين انه نستقبله عنا بالجمعية ببيت للإيواء التابع للجمعية لمواكبته اجتماعيا وقانونيا وصحيا وبكل المستويات بإذن الله. شكرا لك أستاذ زياد. كمان شكرا لك سيد جيهان، وعلى أمل انه الموضوع يحل قريبا من أجل خدمة هالولدين. نحن رح نكفي مساعينا. نعم. وحتى رح نكون عم نتواصل اكثر معه ومع زوجته ومع اي طرف ممكن هو يكون يدع. نعم. يكفي ويتابع مع الاولاد، لانه مش الهدف انه يكونوا بمؤسسه ويوقف الموضوع هون، يكون في متابعه، لانه بالنهايه الولد بده يرجع لبيئته ولمجتمعه، وهذا اللي رح نسعى له اكيد بالتنسيق مع اي مرجع او اي مؤسسه. ويمكن انا بحب وجه كمان نداء انه مركز استقبال بالحالات الطارئه يمكن هيدا الحاجه بلبنان، ووزاره الشؤون على وعي كبير على هالحاجه، ومعالي الوزير بحد ذاته هو مهتم لهالموضوع، وان شاء الله نقدر نوصل بيوم من الايام نكون في هالمكان ان شاء الله. اذا دعونا نرى ما هو التالي وبعدها نتابع للنشر، ولدينا ايضا بيان رد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هيئة الأركان شعبة العلاقات العامة حول موضوع الراقصة باميلا اللبنانية الرومانية التي عرضنا قصتها الأسبوع الماضي، ضبطت تتسول كما قيل في منطقة الروشي، وأثناء المقابلة أتت على اسم أحد الضباط، فلدينا رد من هذا يعني رد يوضح حقيقة ما جرى، وخصوصا بعد كل ما كتب في الإعلام عن حقيقة هذه السيدة، ولكن سأشرح لكم بعد الفاصل خصوصا وستكون معنا باميلا التي وعدناها أنها ستذهب لرؤية والدتها المريضة في رومانيا، هي موجودة في هذه اللحظات في المطار، سنكون معها بعد قليل عفوا لترد على كل ما قيل وقال عن وقيل عنها عن سلوكها، عن أنها استدرجتنا إلى موضوع معين، كل ما قالته عن توقيفها، كل هذا بعد الفاصل، ابقوا معنا. ماذا أهدت نادين الراسي كارول سميحة والنائب سامي جميل الأمين العام لـ14 أذار فارس سعيد والإعلامي جورج صليبي اللواء جميل السيد ومنى أبو حمزي زميلها طوني خليفي وكارلوس عزار زميلته ماجي أبو غصن؟ باميلا تمنت في الأسبوع الماضي زيارة والدتها المريضة في رومانيا، فهل استطعنا تحقيق أمنيتها عشية العيد؟
أهلا بكم من جديد في للنشر، ولدينا مجموعة أخرى وأخيرة على ما أظن من الهدايا من سيكريت سانتا من النجوم من الفنانين والإعلاميين والسياسيين لبعضهم البعض. دعونا نتعرف على آخر مجموعة لهذه الليلة. دكتور فارس سعيد بتمنى له للدكتور سعيد النجاح بكل مشاريعه، أول شيء مشاريعه النيابية بتمنى له التوفيق، وبتظبيط وتحسين وضع 14 أذار بتمنى له كمان التوفيق، وبنتمنى أنه يتحلى بكل القيم المسيحية وبكل تعاليم المسيح بأدائه السياسي، وإن شاء الله تكون سنة خير عليه وعلى كل 14 أذار. كارول، يمكن أنت بعد ما عملت عائلة، يمكن بعد ما صرت أم، بهذا العيد بدعي أنك يمكن تتجوزي ويصير عندك عائلة، بس يمكن أنت يمكن الوحيدة اللي ما كثير بحس أنه هي لازم أدعي لك هذا الدعاء، لأنك أنت حدا الأطفال اللي عملتيهم، الأغاني اللي عملتيهم، الجو الفني الراقي اللي قدمتيه، بتخيل بوازي إنه يكون عنا طفل بهذه الحياة وهو هالقد قيم. بقى الله عن جد يوفقك وتضلك تقدمي لنا هذه الأعمال، وإن شاء الله عيد مبارك يا رب، ومش غلط إذا حطيت المحبس بإيدك يعني. ماجي أبو غصن. ماجي أخت وصديقة و كل هودي الصفات يلي العالم تعرفهم، بس الصفة الأهم هي إنه ماجي فاعلة خير، يلي هي إذا بدك هيدي الصفة يلي هلأ بفترة العيد هي الصفة يلي كل العالم تنطرها. أنا بهديها ألف قبلة وبقول لها ميرسي وتحية لإلك ولزوجك الأستاذ جمال سنة. أوه، اللواء جميل السيد. بتخيل بطلب من بابا نويل يهدي اللواء جميل السيد، وبركي كل السياسيين بركي شي سيدي موسيقى هادية، موسيقى كلاسيكية أو سيدي مثلا لفيروز، هيك بركي هيك الأعصاب بتهدى وبتروق وببطل فيها التشنج كله بالبلد. بدي شوف الباقيين الأسامي من النت، نشوف مين كمان اللواء جميل السيد. اللواء جميل هيئتهم كلهم اللواء جميل السيد. اللواء جميل السيد كمان حسيت حالي عم بفرز أصوات مثلا بالانتخابات لما بيكونوا مرشحين الناس للانتخابات النيابية أو أي شيء تاني، بصيروا يفرزوا الأصوات، فبصيروا يقولوا فلان فلان فلان، وبالآخر صاحب الأصوات الأكثر عدداً هو اللي بيفوز. فما بعرف إذا عم نعمل بروفا للواء السيد لأن يمكن يترشح للنيابة. الإعلامي توني خليفة. بسطت توني إنه اسمك اللي طلع بالورقة. توني شو بدي اهديك لل 2013؟ بدي اهديك شي 40 سكوب، بكل حلقه يكون في سكوب او اثنين. بهديك شي 20 شخص مخنقين مع بعضهم، تصالحهم سوا على السيت. بهديك ناس عندهم افكار كثير جديده وكثير جريئه بتحكي عنها بالنشر. اخر شغله معقول اهديك اياها هي بطاريات، لانه توني خليفة دائما يدوم ويدوم ويدوم، وما بحاجة لإنرجي تانية من برا. keep walking توني. عندي هون وردة بحبها كتير، زهرة الجاردينيا، موجودة على كل بلاكين بيتي، بهديك إياها لإلك ولعائلتك، تنعاد عليك وعقبال كل سنة.
منى بتشكرك، ينعاد عليك يا رب على عائلتك. الوردي وصلت ورود لعندي هون من ايدك. بس بدي ملاحظه صغيره بالنسبه لزميلنا جورج صليبي. جورج على فكره هو الوحيد اللي كان منحط له بالبوكال الاسماء كلهم لواء جميل السيد، فكنا مصرين نعرف من جورج لهالسبب شو بده يوجه هدية. اما باقي الزملاء والشفناهم ضيوف معنا لليلي، لا كان بكل بوكال في عدد كبير ومتنوع من الاسماء، وبعض الاسماء اللي هي فيها خلافات والأكترية فتحوها وكل الصور عنا، ورح نعملهم بروبورتاج خاص الأسبوع المقبل نفرجيكم كل شخص شو كانت ردة فعله على الأسماء الأخرى اللي كانت موجودة داخل هالبوكال. هلأ كنت بعتولي البوكال ما رح نقي حدا، يعني عارف سلفا من الأسماء اللي حاطين دي، يعني أنا بتوقع ثلاثة، يعني كم اسم حاطين؟ لا قل لي كم اسم حاطين. طيب الأسبوع الماضي استضفنا سيدة رومانية من أصل لبناني كانت ترقص بأحد المراقص بلبنان وشلوها من شغلة، فوجئ البعض فيها حاملة صندوق عم تتسول، يعني عم تجمع تبرعات عليه صورة أمها المريضة، عم تجمع تبرعات على الروشي ببيروت. ألقت دورية من قوى الأمن الداخلي القبض عليها وأخذتها واحتجزتها لمدة ليلة بأحد المخافر، ومن ثم أطلقت صراحة بعد التحقيق معها. إجت لعنا وقالت إنه هي عملت هالشي هيدا لأنه عم تجمع مساعدات لأمها المريضة برومانيا واللي هي بحال سيئة جدا، وما حبت من شغلة اللي هي بتعتبره حرام، المال اللي عم بتطلعه بشغلة اللي هي بتعتبره مال حرام، إنها تصرف على علاج أمها بهيدا الموضوع، فحبت إنه تجمع لها تبرعات خارج عن هذا الإطار. ومن هيدا المنطلق قررنا نحن إنه نسفرها لعند أمها لنحقق لها أمنية على الأقل إنها تشوف أمها وقديه فيها تقدر تساعدها. لنفاجأ بعد الحلقة بكم من الاتصالات وردت على قناة الجديد، وردت لإلي شخصيا، وكتب ببعض الصحف اللبنانية، علما أنه في أمور نقلت عن لساني أنا لم أقلها. أنا جاوبت بشكل واضح على بعض الأسئلة ولكن ربما فهمت خطأ أو حورت، وكأنه ما ارتكبناه أو ما فعلناه هو مجزرة، أنه أنت استضفت عندك سيدي هي كذا وكذا وكذا وكذا، كيف بتعطوها منبر على الهواء، كيف بتساعدوها، كيف ما بعرف شو. والمفاجأة الأكبر أنه صار الناس يخبرونا أنه اللي عم بيتلفنوا الكوافير تبعها أو جارتها أو حدا قاعد عندها بالبناية أو حدا، وكأن ارتكبنا جريمة كبيرة وكأن ارتكبنا مجزرة. ما تفعله هذه المرأة تحاسب عليه هذه المرأة، الله بيحاسبها لألا، مش نحن بنحاسب الناس. وعندما قررنا مساعدتها لأنها قالت أنها لا تريد أن تعالج والدتها بمال حرام، هي حبت تعالجها بمال نظيف بمال شريف، على القليل جاي من مكان شريف. لهذا السبب نحن تبرعنا وتعاطفنا مع هذه السيدة وقلنا من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. أما النكتة الكبيرة اللي ما قدرت يعني هيك استوعبها، عندما كلمني زميل ربيع فران من صحيفة السفير كنت بمصر، عم بيقول لي عم بيتهموك انه انت عم تجمع لها مساعدات وتتقاسمهم انت وياها. فيعني لحد هون ما عاد رديت خلاص، يعني انه وصلت الامور انه بفهم جارتها متلفنه والكوافير تبعها وانه شو بدكم فيها وهيدي معها سياره واحد، بس انه وصلت الامور انه عم نجمع مساعدات لهذه السيده لنتقاسمهم نحن وياها، فما بقى بدي علق على هذا الموضوع لانه لا يستحق التعليق. باميلا هي موجودة بالمطار حاليا، طيارتها بعد شوي على رومانيا. أنا بدي يعني ما بعرف بأي اسم بدي ناديكي، باميلا أو بالأسماء الأخرى اللي قالوا لنا إياها؟ باميلا. بونسوار توني أول شيء. بونسوار. باميلا شو اسمك الحقيقي؟ باميلا شو اسمك الحقيقي؟ فريال حكمة الأمين. عفوا؟ فريال حكمة فريال فريال فريال، بس عم تسمعيني ما هيك؟ صحيح. رح اقري لك بيان وردنا من مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بتقول
بتاريخ 15/12/2012 استضاف معد ومقدم برنامج للنشر سيدة ادعت أنها تعرضت للتوقيف من قبل شخص يرتدي بزة عسكرية قد تكون مزورة، وأنها استطاعت معرفة أن اسمه الحاج موسى كرنيب، وأكدت في حديثها أنه لا يحق له توقيفها كونها غير أو كونه غير مكلف بمهمة رسمية. يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلية أن تؤكد على الوقائع التالية: 1- أن المقدم موسى كرنيب قائد سرية بيروت الإقليمية الثالثة كان مكلفا بمهمة إجراء تفتيشات ومفاجآت دورية اعتبارا من الساعة 22 من تاريخ 8/12/2012 لغاية الساعة 4 من تاريخ اليوم التالي ضمن نطاق مدينة بيروت. 2- حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل بتاريخ 9/12/2012 وأثناء تنفيذ المقدم موسى كرنيب مهمة تفتيش على دورية مركزة مقابل جامع عين المريسي، فوجئ بامرأة تعترض السيارات المارة على الطريق العام مقابل الجامع المذكور بطريقة تثير الريب والشبهة، فطلب منها إبراز أوراقها الثبوتية، فقالت إنها فنانة وتحتاج إلى المال، وأحضرت أوراقها من سيارة متوقفة بجانبها نوع بي أم طراز إكس 5، وتبين أنها تدعى فريال ألف وأن السيارة عائدة للمدعو ميم عين. 3- على الفور أبلغ المقدم كرنيب غرفة عمليات شرطة بيروت بالحادثة، حيث وصلت دورية وقامت بإجراء المقتضى القانوني بحقها بالتنسيق بين القطعة المعنية والقضاء المختص. 4- إن المقدم موسى كرنيب قائد سرية بيروت الإقليمية الثالثة من ضباط قوى الأمن الداخلي ذوي الكفاءة والمناقبية الأخلاقية والمهنية والعلمية، وإن ما قام به يعتبر من صميم عمله الأمني وواجبه المهني ووفقا لما يفرضه عليه القانون لا سيما أثناء قيامه بمهامه الأمنية. لذلك تطلب هذه المديرية العامة نشر هذا التوضيح في البرنامج ذاته استنادا إلى قانون البث التلفزيوني والإذاعي وقانون المطبوعات بمثابة حق الرد. بيروت 21/12/2012 رئيس شعبة العلاقات العامة المقدم جوزيف مسلم. تحية كبيرة للمقدم جوزيف مسلم، ولكن من قال عكس ما أرسلتموه لنا؟ يعني كل ما قيل عن المقدم كرنيب يشهد له ونحن نشهد له بذلك، ولم نقل غير ذلك سوى ما قالته فريال، الذي أريد أن تعلق معي على هذا البيان. شو تعليقك فريال؟ أول شيء قلته أنت كل شيء مزبوط، بس بدي أعلق على شغلتين اللي أنت ما بتقدر تعلق عليهم وأنا من حقي أعلق عليهم. الكلام اللي حكون اللي انحكى علي أول شيء مش مزبوطين، ثانيا سيارة مش لإلي، ثالثا هني قايلين إنه السيارة مش لإلك، قايلين عائدة للمدعو ميم عين. صحيح. نعم. صحيح. سلسن أنا مش منتفع معك على ولا شيء، أنا جد دقيت بيت الباب تبعكم كرمال حدا. لا مش هيدا، مش هيدا المطلوب، ولكن ما كنا شيء. ولكن فريال برأيك لماذا كل هذه الضجة التي أثيرت في الإعلام ومن ناس مفروض يكونوا من ناس إنه واقفين حدك؟ يعني اتهموك إنك عم بتنصبي علينا، اتهموك إنك عم تستغلي هذا الموضوع، يعني ناس اتهموك انه انت عفوا يعني سيئه السلوك والسمعه وما الى هنالك من امور، فكل هذه المواضيع ما حقيقتها؟ مع الاسف مع الاسف يعني انا كمان خبرت بالموضوع وكثير كثير ندمانه انه بعدنا انا بشر بالبلد، انه ممكن انه انا عملت شغل كثير منيحه. اول شيء وقت طلعت لعندك التي في كرمالي انا، مش طلعت بس كرمالي انا، وجد صوتي عن كل شيء اسمه لبناني ما عنده ورك بالبلد، يعني ما عنده شغل بالبلد. بس في ناس يعني عاده يعني ممكن بيحتمل على شخص انه غير مزبوط. انا اول شيء رح اكلم على طريقتي لحتى تفهموا علي ويفهموا كل الناس اللي عم يتفرجوا علينا. انا بحياتي ما دقست على الشيء اسمه مطرح بيش، ولا بحياتي عملت شيء ما منيحه بحياتي، بالعكس انا ساعدت الناس. هذا واضح، لانه لو كان عليك شيء بالنشره ما كانوا طلعوكي. يعني لو النشره لما طلبوا لك النشره لو كان عليك شيء ما كانوا طلعوك، كانوا ابقوا عليك. يعني هذا دليل انه انت ما عليك اي. صحيح. ولكن انا عم بحكي عن هذه الانتفاضه من حواليك، يعني من الناس المقربين منك اللي كانوا عم بيقولوا لنا انه هلا رح احكي معك بالنسبه للموضوع. سوري عم بعطي سوري عم تفضل انا عم بسمعك بالموضوع. الناس اللي متصلفين فيكم اساسا ما نو جيراني، بالعكس انا بوجه تحيه كبيره لكل جيراني اللي حوالي ولا الكوافور تعولي
ولا حدا من المنطقة اللي أنا ساكنة فيها. أول شيء جيراني كل واقفين معي، وهن من الأساس عملوا بلشوا بالتبرعات كرمال أمي. وسلسن الإشارة هيدا اللي عم بيجي لعنكم من حدا أبعد أكبر من هيك. بس أنا هلا بالمطار ومبسوطة كتير إنه أنت بابا نويل عملتي لي مفاجأة كبيرة، وقدرت تسافرني عند ماما. وبتمنى بتمنى بتمنى للناس اللي عم بيحكوا عني هالكلام إنه الله ما يضرهم باللي أنا عم بمر فيه، وإن شاء الله ما حدا يكون بحاجة لأني بحاجة فيه. شغلة تانية بدي أقولها، بدي أحكي لك لإلك شيء كبير، وهيدا هو قلبي. إن شاء الله أكون أسأل لك وبدي بينت معي؟ بين. إيه، وبدي أقول للناس اللي ما بحبوني واللي بكرهوني واللي ظلموني إنه طلعت على التي في وعملت هيدا الشيء، إنه يفكروا شوي مرتين قبل ما يتحموا الإنسان. طيب، بدون ما يعرفوا. أنا بدي، لأنه لو كان أنا بدي أسألك سؤال، لماذا يعني أنت ليش قلتي إنه أنا بدي أعالج والدتي بمال مش حرام، يعني بمال نظيف، يعني وكأنك أنت ألمحتي إنه المال اللي كنت عم بتطلعيه في السابق هو مال حرام، صح؟ صحيح. أي، يعني إذا أنا حكيت غلط ما بعتقد إنه كنت قلت على الهوى. وبعدين يا توني بدي لك شغلة، أنا لو كنت بدي أعمل شيء غلط ما كنت جيت لعندكم من الأساس. بدي لك شغلة، أنا مستعد أفتحكم الفيسبوك تبعولي وفرجيكم أرضات اللي عم بيجوا علي خلينا ب 24 ساعة، يعني راح تتفاجئوا وممكن تشوفوا كم عروضات شو عندي على الفيسبوك بسبب هيدا العروضات. عروضات شو؟ يعني عرضت انه عم شغلات لاني مش مقتنع فيهم. اوكي، سو الناس اللي بده يحكوا عني بعيد الوقت، الناس اللي اذوني بعدوا عم يحكوا علي، الناس اللي عم بتصلوا فيكم، الناس اللي هن اذوني وخايفين انه انا ما احكي. بس انا رح اقول لكم شيء، انه انا في ريال هيك مثل امين الفنانه باميلا اللي انتوا عرفتوني بالحلال توني خليفه ببرنامج النشر، في ناس بيعرفوني من 15 سنه انا على الساحه مش من يوم وليله. اوكي، انا بعمري ما كذبت حدا وبعمري ما ضرت حدا وبعمري ما صار علي شيء. السياره اللي كانت موجوده معي وقت اللي انا توقفت كانت لابن سلفتي، وبعتقد انه انا حكيت هيدا الشيء بالحلقه السابقه وفهمت. طيب، انا بدي اسال سؤال، يعني انا استعملت معك يمكن جرأة الحديث بهذا الموضوع لانه كتب في الاعلام ما كتب، وانا حابب بس انه نوضح الصوره. انت تكلمتي عن مال حرام في السابق، اسمعيني باميلا، انت تكلمتي عن مال حرام في السابق واليوم تقولي انك انت انه مال الحرام ما فادك بشيء، ما عمل لك شيء بحياتك، ما ساعدك بشيء، ما وصلك لشيء ابدا، وكانه اليوم انت عامله نوع من الارتداد في حياتك ولا تريدين مجددا ان تقعي في الحرام او في مال الحرام. هل هذا وعد بهذا الموضوع انه ما بقى تروحي الا باتجاه المال الشريف والنظيف وما الى هنالك؟ نطني انا بدي اكون شغله، انا رح ارجع لشغل، انا بتمنى بكره باليوم ارجع اشتغل. انا ما جاي لعندكم انه اطلب المساعده، ما بعرف. ولكن شغلك يا باميلا، السؤال مش هون، ولكن شغلك ما عم بيوقعك بالحرام؟ هو اساس انه الشغل اللي انا فيه، يعني اكيد يعني متوقع انه انت بتعرف انه هذا. طيب، لماذا تريدين العوده الى هذا الشغل؟ يعني لماذا لا تبحثين عن شغل اخر؟ لانه انا اول شيء عندي مسؤوليات، ولانه ثاني شيء انا اوريدي صرت معروفه يعني بهيدا الشغل اللي انا عم بشتغل فيه، يعني فن اللي هو اسمه راس الشارع. هلا مش ذنبي اذا بالنسبه للراس الشارع، الراس الشارع بالنسبه للعالم اخذين فكره غلط عنا، ما مظبوط عن حالي انه انا شريفه مكه. اوكي، فمن عدد غلطات الرقصات بالبلد انا صرت واحد منهم. توني نعم. هلا هيدا مش ذنبي يعني. طيب، المهم الانسان المهم الانسان ان يعي دائما اخطائه وان يحاول دائما تصحيح هذه الاخطاء. المهم، طيارتك ستنطلق بعد قليل الى رومانيا.
نتمنى لك أن تصلي بالسلامة وبالخير وتنقلي لك للوالدة التحيات، على أمل أن نستطيع أيضا مع من يحب أن يساهم بتقديم مساعدة في علاج الوالدة أيضا، أن على الأقل أنه نقدر يعني ندخل لها الفرحة على قلبها. قد إلك من شايفتيها لوالدتك؟ إلي 4 months 4 أشهر. بس فترة زمنية قصيرة، مش طويلة. لا فترة قصيرة بس فترة مأزية كتير، لأنه ما بعرف إذا فينا ولا على الهواء، الوالدة خليتها صار أضرب من أول بكتير. نعم. يعني من 4 months أنه أنا تركتها يعني much better يعني، وهلا لقيتها بالحالة مش حسا ما فهمني ابني أنه الوالدة هلا منا منيحة أبدا. بس أنا بدي أقلها على شغلة، أنه بتمنى من أي مجلة سفيرة أو أي مجلة بلبنان. نعم. بتمنى منه أنه قبل ما تحكم على شخص أنه جيبوا مستند. أول شيء لعملها مجلة سفير بدي أقول لهم يعني بشو عليهم، مع أنه هيدا الوقت نحن كلنا بدنا نسامح بعضنا لأنه وقت الكريسماس النيوير. نعم. بس أنا كتير مزوجة وأنا فتت على المستشفى بسبب المجلة سفير، وبدي أقول لهم أنه عن جد يعني بشو عليهم. لا 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 لحظة 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 باميلا، هودي أشخاص يعني هودي ناس زملاء عم بيقوموا بشغلهم بناء لمعطيات ومعلومات وردت لهم، يمكن ما قمنا به نحن اليوم على الهواء هو أسوأ بكثير من اللي هن كتبوا. يعني لا نريد ان نتهجم على صحافه زميله او على زملاء في الصحافه. نحن اليوم اللي بهمنا انه انت رايحه تشوفي والدتك، ان شاء الله تشوفيها بخير، ان شاء الله يكون وضعها افضل من هيك، وان شاء الله انت كمان يعني ما خططيه لحياتك المستقبليه تكون افضل وتقدري تعيشي حياتك بشكل مستقر وتلاقي شغل يعني ما يسبب لك اي مشاكل ولا اي احراج. نحن بنتمنى لك انك توصلي بالسلامه. كنت معنا مباشره من مطار بيروت، ونحن كمان رح نكون مع تفاصيل زيارتك لوالدتك اذا الله راد. شكرا. انا كمان قبل ما اطلع من الهواء بدي اقول كلمتين لو سمحت. انا اساسا ما كنت بدي احكي شيء غلط عن زميلك، بالعكس. نعم. بس انا كنت حبيت انه اعطي انه شيء خلص خلص مش الحال وصلت يجي. اوكي. وثاني شيء بدي اشكر النيو تي في وبالذات البرنامج النشر انه عملوني المفاجاه وساعدوني اسافر عند الوالده، وميرسي كثير لكم. وبدي اقول لك انه طوني انا كثير شرف الي شرف انه تعرفت عليك، وانت انسان كثير كثير نبيل، ولحتى كل فريق العمل اللي تعاملت معكم. شكرا. جماعه ما في فما ما بدي تسبقك الطياره. لا بدي اشكر كمان شخص واحد. بالله نحن كل ما نسافر بدنا نطرد. سوري. بدي اشكر كمان الحاج احمد عاصي على البروبوزيشن هي ميك مي افتر وين اي كم باك. So this is all. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Same to you. Thank you. مرسي لك باميلا، تحية إلى الجميع. بعد عنا شيء شباب؟ في روبورتاج بعد لكل يا عمي بعدنا على الهواء نازلين دق بهالتليفون. ماما نوال. بونسوار. السياسيين والفنانين هجوا بعضهم، هلا إجا دورك. لحظة بس كم اسم خليني أعرف كم اسم. 1 2 3 4 5 6 ست أسماء أنا بتصور بعرف منهم خمسة أو أربعة بحقني. بدكم نبلش الاسم اللي بيطلع بنشيله على جنب وبنخلي اخر اسم بنوجه له المعايده. ايه اول شيء طلع لي اليسا، راح اسحبهم كلهم انا برايي. اليسا الفنانه اليسا بحب فنك كثير، بحب اغانيك كثير، بحب صوتك كثير، بس ما بحب طريقه تعاطيك مع الاخرين. ينعاد عليك وإن شاء الله تكون السنة اللي جاي سنة خير يا رب عليك وعلى الجميع. راح عامل مثل نادين الراسي، أخذت البوكال كله نادين. الإعلامي جو معلوف
جو صديق وبقول له برافو وحطيت اجرك على بقوي على طريق النجاح. بتمنى لك كل التوفيق يا جو. بس شو بدي اهديك يا جو؟ انا لازم اهدي هون جو. شو بدنا نهدي؟ منى ابو حمزه بعثت لي شويه ناس قال لنصلحهم. ببعث لك اياهم لتخلفهم ببعضهم ترجع جديد. مشي شغل بعضنا. شو رايك اليسا؟ بدي اهديها سي دي هيك يروق لها اعصابها مثل السي دي اللي طلبوا جو زميلنا جورج صليبي للواء السيد. هاي هيدي مثلا جو ما كنت متوقع. اليسا ممكن. نضال احمدي متوقع 100% يكون حاطين لي اسمها. نضال احمدي شو بدي اقول لها لنضال؟ ما المشكله اذا بنقول لها شيء اليوم نضال بنغير راينا فيه بكره، ما هي المشكله. نضال مثل تقص شباط. بدك بدنا نهديها جرس. بدنا نهديها جرس لنضال. بس لا شك انه ما يجمعني بنضال اكبر بكثير من اللي بيفرقني، يعني اللي بيجمعني فيها اكبر بكثير من اللي بيفرقني عنها. نضال دائما عندها خصوصياتها وعندها دائما الغاية تبرر الوسيلة. بتكون عايزتهم ببعض الامور بتمرقهم. بتعرف اني انا قلبي كبير وبحمل. ينعاد عليك نضال وان شاء الله قريبا يتلم الشمل. الاعلامي مارسيل غاني. المشكله مش مسترجي اهدي شيء ولا مسترجي اقول له شيء، لانه بدك تشوف اذا بيقبل. بدك تشوف اذا بيقبل، اذا سمع فيه بالاول. ممكن ما يكون سمع فيه. خلينا نقول له ينعاد عليه. وبنهنيه بعده صامد بالال بي سي، يعني من الثوابت اللي لا تنهز. هلا المر، بقول لك العام وانت بخير. شيخ بيير الضاهي. هي مين حطتها؟ شيخ فيال الظاهر طبعا بنعيده، بنقول له عقبال 100 سنه، ويمكن ببعض الاوقات ازعجتك شوي ببعض ما كتبت او بعض ما صرحت، خصوصا بما يتعلق بالموظفين المصروفين من ال بي سي، لانه دائما العتب على قدر المحبه. وانا بتشكرك جدا على المبادره اللي قمت فيها اخيرا، وهي ايجاد حل لبعض هو الشباب خصوصا قبل الاعياد. وانا كنت مراهن انك رح توصل لهالنتيجه، لانه بعرف دائما انه ما عرفنا منك على طول يعني طول 17 سنه ما شفنا منك الا الجانب الطيب. كنت متفاجئ انه ما مرسي لك انه نشوف جانب اخر. بعد بدكم حدا؟ خلاص. طيب انا بدي عيد كل الشباب والصبايا، كل فريق العمل، بدي عيد كل زملائنا بقناة الجديد، بدي عيد كل شخص محروم من العيد، كل شخص بحاجة انه يعيد، كل شخص يمكن عم ينتظر انه يعيش ميلاد جديد بحياته. اليوم كثير لمونا على مساعدة باميلا، بس بتصور انه في الملايين والملايين والملايين اسوأ بكثير وبحياتهم اليومية. وصحيح يمكن بيرتدوا الابيض يعني بيبرقوا وبيلمعوا مثل الذهب المزيف، ولكن هني أسوأ بكثير من باميلا. على القليل باميلا عندما استحقت الحقيقة أدركت أنها لن تستطيع أن تستمر وأن تعيش وأن تعالج والدتها إلا بمال شريف وبمال نظيف. فمن هون إن شاء الله هالميلاد يكون ميلاد جديد بقلب كل واحد منا، والله يعني
هذا العالم العربي بشكل خاص بما يمر فيه اليوم نحن بلبنان، بسوريا، بمصر، بكل العالم العربي اللي عم بيمر فيه اليوم، انه ان شاء الله سنة 2013 إن تكون سنة سلام وسنة حب وسنة هيك امان يا رب، لانه نحن شعوب نستحق العيش، نستحق انه نعيش بكرامتنا وبمحبة. ينعاد عليكم وعقبال كل سنة يا رب، وتصبحوا على ألف خير. ميلاد مجيد.